نتابع تدريبات الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي، ومراسلنا هناك كريم احمد ينقل لنا كده الكواليس والاجواء. صباح الخير عليك يا كريم، في البدايه صبح عليك. تحياتي ليكي طبعا زميلتي العزيزه نهاوند، وتحياتي لزميلي العزيز كريم وناقدنا الرياضي المميز كريم سعيد، وصباح الخير على كل جمهور النادي الاهلي. عايزينك تنقل لنا كده الصوره عندك والتدريب والحاله، الجو العام، يعني احنا يمكن شايفين وراك بس خلينا برضو يعني كاننا موجودين دلوقتي معاك في التتش، احكي لنا التدريب اخباره ايه؟ بالتاكيد طبعا في البدايه بنقول هارد لك طبعا للنادي الاهلي في مباراه الامس، مباراه كانت غايه في الصعوبه بالنسبه للاجواء الامطار، صعوبه كمان المباراه، ويمكن الكابتن محمد يوسف تحديدا المدير الفني يمكن يعني كانت خطه وتكتلات دفاعيه صعبه جدا، وده بيصعب الامور على اي فرقه، كمان لما باي فرقه بتلعب النادي الاهلي بتكون مباراه بطوله، لكن الامر امبارح كان صعب جدا، صعوبه الجو وصعوبه الاجواء وصعوبه المباراه، لكن كمان غاب عننا التوفيق في هذه المباراه، ضيعنا يعني فرص كثيره جدا، وده اللي يمكن بيتسو موسيماني بقى المدير الفني لفريق النادي الاهلي اكد عليه في المحاضره اللي سبق هذا المران. الراجل اتكلم على ان اكيد كان في سوء توفيق في هذه المباراه، لكن الفرص الكتير اللي جت للنادي الاهلي لابد ان يكون في استغلال الفرص، صعوبه المباراه والاجواء ما بتكونش طبعا اعذار على قد ما يكون لابد يكون في استغلال قوي جدا لكل الفرص اللي بتقابل النادي الاهلي. في جمل تكتيكيه امبارح يمكن اتطبقت، لكن التوفيق غاب عن بعض اللعيبه، اصابه كمان وليد سليمان امر مزعج جدا، لكن عايز اطمنكم ان شاء الله باذن الله على وليد، يعني وليد ان شاء الله يعمل اشعه النهارده نطمن عليه، هي نغزه بسيطه في العضله الخلفيه يا رب ان شاء الله ما تطولش، لكن يعني من خلال الخبره ومن خلال متابعتنا نقدر نقول باذن الله اسبوع باذن الله من 10 ايام وليد ان شاء الله يكون مع فريق النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه. بدا بالفعل تدريب فريق النادي الاهلي النهارده، كان تجمع الفريق 10 11 صباحا، انطلق تدريب بمحاضره فنيه في البدايه، لكن من الاشياء كمان المبشره والمطمئنه جدا النهارده عوده جونيور اجايه للتدريبات الجماعيه. الفتره اللي فاتت كان في اجتهادات كتير جدا، ويمكن الناس قالت اجاي هيخش في عمليه، اجاي هيغيب 3 شهور عن فريق النادي الاهلي، الامر كان صعب عليه، يمكن اللاعب كمان بكى لما سمع هذه التصريحات والتشخيصات خلال الايام الماضيه، لكن بنشوفه في ملعب المباراه وبنشوفه في استاد مختار التتش، النهارده كان في اجتماع مع الجهاز الطبي بالكامل بقياده طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله اللي طمن بيتسو موسيماني والكابتن سيد والكابتن سامي قمصان على جاهزيه جونيور اجير النهارده بيشارك فيها التدريب الجماعي تدريجيا بقى ان شاء الله باذن الله يا رب نشوفه في مباراه المقاولون العرب سواء في القائمه او على دكه البدلاء. كمان يمكن زي ما اكدنا قلنا خلاص التعادل انتهى، الصفحه اتقفلت تماما، لكن في مكاسب كمان في المباراه، يعني عوده عمرو السوليه في مباراه الامس، يمكن الراجل خد جزء، لكن عمرو السوليه واحد من الاضافات المميزه جدا ونجم من نجوم النادي الاهلي محتاجينه، لان المرحله مهمه جدا، خلاص احنا عندنا مباراه المقاولون القادمه ثم مباراه بيراميدز والحلم الكبير بقى وكاس العالم للانديه، فيا رب ان شاء الله تكون بروفه مهمه وبروفه قويه لفريق النادي الاهلي. وبيتسو موسيماني اللي النهارده في التدريب هيكون في تصحيح اخطاء بشكل كبير جدا على مدار التدريب، تمركزات المهاجمين المدافعين انطلاق الهجمه، يمكن في على المستوى الشخصي او بعض العناصر الفرديه ادت بشكل مميز جدا، لكن اللعب الجماعي كان في بعض الكسور، وده الراجل اللي عليه. لكن ان شاء الله باذن الله يبقى في تجديد للدوافع، الرغبه تكون متجدده، اصرار وعزيمه وجديه النادي الاهلي تستخدم بقى بشكل كبير جدا في مباراه المقاولون العرب القادمه. ويمكن كمان يمكن الناس تساءلت وقالت ليه مباراه البنك الاهلي والنادي الاهلي راحت اسكندريه رغم الظروف والاجواء دي، يعني الفتره اللي جايه بنتمنى طبعا بقى من الاتحاد المصري لكره القدم يبقى في اختيار طيب جدا ليه النادي الاهلي بقيمته الكبيره، اكد اكتر من مره الكابتن سعد عبد الحفيظ النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، فلابد يكون في اختيارات موفقه جدا سواء على مستوى التحكيم وايضا كمان على ارضيه الملعب والمكان والزمان اللي بيلعب فيه النادي الاهلي، لكن يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. تدريب النهارده يمكن نقدر نقول ساعه او ساعه و10 دقائق ريكفري لكل اللعيبه اللي شاركت في مباراه الامس، وجرعه تدريبيه كامله لكل اللعيبه اللي ما شاركوش في مباراه الامس، يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل، يقدر النادي الاهلي يستعد لمباراه المقاولون العرب القادمه اللي مباراه ايضا كمان هتكون صعبه بغض النظر عن ترتيب المقاولون، لكن عنده معنويات كل مباراه النادي الاهلي بيقابلها مع اي فريق بتكون مباراه بطوله ومباراه حلم، فلابد يكون في تركيز كبير. بيتسو موسيماني عنده شغل كبير جدا خارج الخطوط الفنيه وتحضير اللاعبين ذهنيا وبدنيا وفنيا، ويا رب ان شاء الله باذن الله يعود من جديد النادي الاهلي للانتصارات ومواصله الانتصارات واسعاد كل جمهور النادي الاهلي. انا معاكم لو في استفسارات زميلتي نهاوند زميلي كريم. سريعا جدا برضو لنقطه يعني وهي هتكلم فيها تحديدا عن المعنويات، انت ذكرتها في خلال كلامك سريعا بس انا عايزه اركز عليها، هل معنويات برضو الفريق انت ملاحظ ان فيها اختلاف؟ احنا زي ما احنا عارفين الصفحه انطوت واحنا دايما ننظر لما هو قادم، ويمكن ده كمان اكده دايما او دايما ما بيؤكده بيتسو موسيماني، ولكن انا عايزه كمان اعرف معنويا ازاي الوضع دلوقتي حتى مع المدير الفني، فكره برضو عوده اجاي زي ما انت ذكرت، هل برضو يعني معنويا هو راجع بروح قويه في حماس؟ خلينا نعرف منك.
بالتاكيد طبعا يعني نقدر نقول من المميزات سواء للجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي هو تجديد الرغبه والمعنويات المرتفعه وايضا كمان الحافز والهدف، يمكن ده اللي بيشتغل عليه بشكل عام الجهاز واللعيبه الكبار كمان. لكن الهزيمه كانت هتبقى امر صعب جدا، لكن احنا عندنا في النادي الاهلي التعادل هو هزيمه، لكن المعنويات متجدده، وده الشغل اللي بيشتغل بيه الجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني، الكابتن سيد عبد الحفيظ، قيادات النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ايمن اشرف الشناوي ووليد سليمان، لابد يكون في رغبه متجدده. معنويات جونيور اجيه تحديدا مرتفعه جدا جدا، لان هو الراجل كان بعيد قوي وكان خلاص الفتره اللي فاتت قال 3 شهور ومش هيلحق كاس العالم للانديه، لكن معنوياته مرتفعه بشكل كبير وعنده اصرار وعزيمه وجديه كبيره جدا ان هو يكون في التدريبات خلال الايام القادمه يخش بقى فورمه المباراه. يا رب ان شاء الله باذن الله بقى حافظ على لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي قادمه، عندنا بكره مسحه طبيه للفريق بالكامل استعدادا بقى لمباراه المقاولون العربي، يا رب ان شاء الله كمان النهارده التدريب ينتهي بدون اي اصابات وبدون اي امور تعكر صفو النادي الاهلي خلال المرحله القادمه. احنا بنشكرك تغطيتنا مع حضراتكم ومستمره على قناه الاهلي، شكرا ليك. طيب عوده بقى لضيفنا العزيز ناقد الرياضي كريم سعيد، احنا الحقيقه عايزين نتكلم معاك، احنا عندنا مجموعه ملفات وكلها اهم من بعض، سواء الدوري، المنافسات الافريقيه، مونديال يعني كاس العالم للانديه، وكمان على الصعيد العالمي، ودي النقطه اللي عايز استاذنك ان احنا نقف عندها ثواني، لان احنا عندنا برضو في حته تخصنا، في جزئيه تهمنا، محمد صلاح ومساله استمراره مع ليفربول من عدمه، وهل مش من مصلحته ان هو يستمر مع ليفربول في الفتره اللي جايه ولا لا؟ رؤيتك للملف ده باختصار. شوف طبعا الفتره الاخيره بينت ان يورجن كلوب لحد ما فقد السيطره على اوضه اللبس. بسبب ايه؟ بسبب التصريحات اللي اكيد بتطلع متناقضه مع بعض، يعني يورجن كلوب في مؤتمرات صحفيه بيطلع يقول كلام، محمد صلاح ممكن يطلع في حوار صحفي بعديها بفتره يقول كلام معاكس للي قاله يورجن كلوب، وبالتالي ده بيوضح ان العلاقه لم تعد كما كانت من قبل ما بين حسد وعبد كريم. مش حسد والله كويس. لا اصل كانت فعلا العلاقه ما بينهم استثنائيه. نعم. وملفته جدا طبعًا للنظر طبعًا. يعني شوف يا كريم، طبعا هو خلي بالك بيقول لك يعني وقت الانتصار بتبقى كل حاجه حلوه، وقت السقوط بتبقى كل حاجه وحشه والسلبيات بتطلع. واضح جدا ان العلاقه تاني ما بين صلاح وساديو ماني في الملعب، التعاون رجع تاني بقى قليل جدا، وبالتالي الفرقه بتتضرر، بجانب طبعا الفريق متضرر تماما 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 منذ اصابه فيرجيل فان دايك. طبعا انت بتسقط المدافع الاساسي بتاعك، وحتى امبارح شفنا ان بيلعب باتنين متوظفين مش اماكنهم اصلا، يعني هندرسون او فابينيو، وبالتالي انا بشوف ليفربول على جميع المستويات فنيا اصلا في مشاكل بسبب الغيابات، وحتى نص ملعب ليفربول بقى الورك ريت بتاعه او معدل الجري انخفض، لما تحط طبعا لعيب زي الكانتارا لعيب ممتاز جدا كباسنج، باسنج عنده عالي جدا، تصويب عنده عالي جدا، لكن لما تيجي تقول له اتحرك بدون كوره صعب، ان هو لعيب الى حد ما بلاي ميكر اكتر منه لعيب خط وسط مدافع، وبالتالي الفريق بينضر من ده. الملخص عشان نوضح الموضوع للساده المشاهدين، واضح جدا من تصريح محمد صلاح انه قاب قوسين او ادنى من اخذ خطوه جديده في حياته، واضح جدا من الدوري الاسباني طبعا، واضح جدا ان يعني بقدوم الصيف المقبل ان شاء الله ربما بنسبه كبيره هنشوف محمد صلاح في فريق اخر غير ليفربول، لان خلاص ليفربول بقى في الديكلاين بتاعه، بقى في الهبوط، الفرقه مش مظبوطه في الملعب. صحيح. المدير الفني كان على القمه وبدا خلاص يخسر نقاط، في نفس الوقت مان سيتي اللي هو في وجهه نظري المنافس الاول مش مان يونايتد. امبارح صراحه مان يونايتد عمل مباراه رائعه، اخر 11 دقيقه اليسون يعني صد 3 كرات مستحيله مستحيله ان حد يلومه عليهم لو كانوا دخلوا المرمى، خصوصا الكره بتاعت بوجبا، بتاعت بوجبا دي فعلا كانت غريبه جدا، واعتقد برده بتاعت برونو برده كانت كوره من داخل 6 ياردات كانت صعبه قوي، ولكن اليسون امبارح كان انقذ ليفربول من هذه المحققه. ولكن انا شايف ان مان سيتي بالفوز امبارح الكبير، والحمد لله جوارديولا يعني كسب 4-0 امبارح بما بصفتي انا بحب السيتي، هو واضح كده وضحت بصفتي بحب السيتي، فالانتصار كويس جدا للسيتي، واعتقد جوارديولا وانس ان هو خد وقرب من القمه، لان احنا طبعا عارفين دلوقتي مان سيتي هو الثاني، عنده ماتش متاجل مع استون فيلا، يكسب الماتش خد الصداره بفارق نقاط كمان عن يونايتد وعن ليفربول. وانس ان السيتي وصل للصداره انا على المستوى الشخصي اشك انه هيسيبها، ليه؟ لان ميزه السيتي السنه دي اتغيرت، الميزه بقت الدفاع بقى كويس، هو مشكله في الهجوم، قبل كده كانت المشكله معكوسه، كانت في الهجوم مش في الدفاع، وبالتالي اعتقد بالشكل الحالي